باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نهضه يومين بمناسبه عيد الصليب اللي هنحتفل بيه بكره، والنهضه دي عنوانها مع المسيح صلب. مع المسيح ايه؟ صلب. مع المسيح صلب. لو سالنا بولس الرسول ونقول له يعني ايه صلبت مع المسيح، بصراحه بولس الرسول الوحيد اللي يقدر يقول انا صلبت، طبعا مع الاباء الرسل يقدر يقول صلبت مع المسيح. لكن انا لما اجي ادور عن نفسي الاقي نفسي خيبان قوي. بس الاول اشرح لكم، بولس الرسول لو قلنا له انت ازاي اتصلبت من المسيح هيقول طب واحد يجيب ورقه وقلم ويعد وراي. اول حاجه انا اتسجنت مرتين، السجن الثاني انتهى بالاستشهاد وقطع الرقبه. فده واحد فعلا يعني مش بيقول كلام. يعني اصل في ناس مننا يقولوا كده حبتها جمل ولا ما اعرفش ايه جمل مش عارف ايه كده، يعني ايه قطتها جمل. انتوا يعني قطتها جمل، يعني واحد كده ينزل افتقاد خمس اسر يرجع، لو ما يكون كاهن كده وينزل خمس اسر افتقاد او ست اسر افتقاد منهم، يرجع بقى يقول لمراتي انا النهارده صلبت مع المسيح. صلبت ايه يا ابونا؟ صلبت ايه يا ابونا؟ بقول لك ده اتسجن مرتين بس. لا ده انا احكي لكم بولس حصل فيه ايه كمان. ثلاث مرات يتضرب بالشوم. عارفين الشوم؟ شوم يعني كون انه طلع من الثلاث علق دول حي. هو قال كده ثلاث مرات ضربت بالعصي، اتلموا عليه زي حرامي بسريقه ومسكوا العصيان وكسروها عليه. طب عملت حاجه تاني؟ ايه احكي لكم. خمس مرات اتجلدت، كل مره 40 جلده. كان الشريعه اليهوديه عشان يخافوا يعدوا فيقول لك 40 جلده الا واحده، عشان ربنا قال 40 جلده فيخافوا يكون 41 فاللي ضرب يتعاقب، فيقول لك لا نخليهم 39 وخلينا في الامان يعني. فبيقول لك خمس حد فيكم جرب يتجلد مره بكرباج او بخرطوم على ظهره؟ واحده بس، خرطوم واحد بتاع جنان كده ينزل على ظهر الواحد، صدقوني فقفق ظهره اسبوع ويبقى مش قادر يتقلب على السرير. تصوروا بولس خمس مرات كل مره 40 جلده وبيضربوا بغل، لان ده كان يهودي وبقى مسيحي وبياخد اليهود للمسيح فبيضربوه بايه؟ بغل. حد فيكم اتضرب؟ اصل في ناس كده تعيش في دور الشهداء يقول لك انا تعيس يا ابونا في حياتي. تعال بس نشوف بولس الرسول اتحصل فيه ايه. طب حصل ايه تاني معاك يا بولس الرسول؟ يقول لك ثلاث مرات انكسرت بيا السفينه في وسط البحر، والاقي حته خشبه تشعلق فيها والموج يحدفني لغايه لما اطلع للبر. طب ايه حصل فيك تاني؟ يقول لك مره رجمت. عارفين يعني ايه الرجم؟ دي عقوبه اعدام. كان يجيبوا الانسان كده ويجيبوا الحجاره ويفضلوا يضربوا فيه لغايه لما متحصل مع مين ده؟ استفانوس اول شهيد في المسيحيه. فضلوا يضربوه بالحجاره لغايه لما بعد عنكم العظم يتكسر ويحصل له نزيف داخلي وراسه تتبطح ويحصل له نزيف خارجي لغايه في الاخر خالص يموت. بولس الرسول اتنجى ازاي من الرجم؟ دي قدره ربنا. اتسجن مرتين، اتضرب بالعصيان خمس مرات، اتضرب وقعت السفينه بالشوم ثلاث مرات وخمس مرات يتجلد. وفي مره من المرات يقول لك ما عرفوش يهربوني فحطوني في قفه ودلوني كده في باسكت او يعني سله من السور بتاع دمشق. ده غير بقى بيقول لك تعب وكد وعري وعطش واصوام كثيره. ده يعني ما كانش لحق يفطر. احنا فينا ناس لسه ما صامتش، هو ما كانش لحق يفطر. فلما بولس الرسول يقول صلبت مع المسيح نقول له معاك حق بصراحه، انت صلبت بالمسيح. امال انا وانتوا بقى لو حبينا نقول نفسي يا رب اتصلب معاك زي ما انت اتصلبت، طب انت اتصلبت من غير ذنب، طب ده انا كل خطايا. مين فينا يجرؤ يقول صلبت مع المسيح؟ ولا واحد فينا، واولكم انا. هنبتدي نتكلم دلوقتي النهارده وناخد امثله، ناخد امثله ازاي الانسان في الرجوله الروحيه يصلب نفسه من اجل الله. اللي بيحبوا ربنا قوي، عارفين لما واحد يكون ابوه ظابط يحب يبقى ظابط زيه، لما ابوه يكون دكتور وهو عنده 3 سنين يلبس السماعه بتاعت ابوه ويكشف على البيت كله،
طب لما انا يكون المسيح الهي وحبيبي اتصلب، المفروض رغبتي ان انا اكون وباخد شركه الام المسيح واتصلب زيه. طبعا محدش فينا هيعمل اللي عمله بولس الرسول. مين فيكم يقدر يتسجن مرتين؟ مين فيكم يتضرب بالعصيان؟ ومين فيكم يتجلد بالخرطوم على ظهره ولا بالكرباج؟ ولا واحد فينا. اسمحوا لي اتكلم معاكم النهارده بصراحه عن بعض الامور اللي ممكن الانسان الروحاني يشارك فيها المسيح في صليبه على قدنا. بلاش حكايات بولس الرسول الكبيره، بس نوضح احنا ممكن نتصلب مع المسيح ازاي، وبصراحه احنا ابعد ما نكون عن الايه دي، ابعد ما نكون، بس الايه دي موجوده وعاوزين نفهمها ونحاول، مش هنعيشها لانها اعلى من مستوانا، نقبل فكرتها على الاقل. فالنهارده هتكلم معاكم في نص ساعه على بعض انواع الصلبان الاختياريه اللي ممكن الانسان الروحاني يدرب نفسه ويصلب نفسه فيها. فهتكلم على خمس نقط. النقطه الاولانيه اللي ممكن اعيشها وخاصة الصيام يساعدني عليها، حاجة اسمها صلب المزاج. ابتدي بالحاجات الخفيفة الأول، المزاج. أنا هبتدي بالأسهل. يعني إيه صلب المزاج دي؟ يعني إيه؟ يعني أنتوا عارفين إن في ناس كتيرة قوي ما ابتدتش تصوم لغاية دلوقتي، وفي ناس فوتت أول أسبوع على أساسه مش محتاج استعداد، ده راجل القديس بركة مش سواح، مش محتاج ساعة. احنا دخلونا على اسبوع الالام، احنا مش محتاجين اللي فات ده كله. عارفين الناس ما بتصومش ليه؟ عارفين ليه؟ علشان جوانا شهوات احنا مش قادرين نبطلها، ومزاج استعبدنا له. زي حكايه القهوه بتاعت الصبح دي. يعني في ناس تيجي تقول لي بص يا ابونا الصوم الانقطاعي والاكل ما يفرقش معايا، انا معاك لغايه 3، معاك لغايه 5، بس الا القهوة بتاعت الصبح دي، من غيرها الدنيا ضباب. انتوا عارفين حضراتكم لما تقولوا كده انتوا بقيتوا ايه؟ مدمنين. انتوا بجد مدمنين؟ ما هو المدمن هو اللي مش قادر يواجه حياته من غير المادة اللي بياخدها، بصرف ان المادة دي مخدرة او المادة دي منبهة، اهي بتشتغل على حاجة اسمها الدوبامين اللي في المخ، فالدوبامين اشتغل على حاجة اسمها الكافيين، فالكافيين ده او الواتيفر بقى، شاي، قهوة، كل واحد ليه مزاج. واحدة تيجي تقول لي ايه؟ يا ابونا اديني حل باللبن بس. طيب يعني بعد الشر فيها شاشة؟ لا، في كساح؟ لا، في اي حاجة تستاهل ان احنا نديلك حل باللبن؟ تقول لي بصراحة، بصراحة هو بس شوية كده على الشاي الصبح. يعني اساسا مش احتياج جسدي، ده احتياج مزاجي. يعني هي مش محتاجة اللبن علشان هي مثلا، ما هو لو هي تعبانة الله يحللها، الكنيسة حنينة، عمرنا ما هنقول لحد عيان او محتاج. لا، بس الفكره ايه؟ هو الشاي باللبن بتاع الصبح ده، طيب هو انا مش قادر اصلب مزاجي اللي معطلني؟ مش قادر اصلب مزاجي اللي معطلني؟ والمزاج بقى حاجات كتيره قوي قوي قوي، هو ادمانات مختلفه. سيبوكم من الاكل والشرب، لان في ناس لا ليها في الشاي ولا القهوه وبالسوق. ممكن جدا يكون مزاجي في مسلسلات، ممكن يكون مزاجي في يوتيوبات، ممكن يكون مزاجي في فيسبوكات، ومش عاوز اعد، بس انا مش قادر اقول لنفسي لا. انت قاعد على الموبايل، مزاجي كده، انا مزاجي كده، حد لي حاجه، مزاجي كده. يا سلام، انت مش عارف ان المزاج ده بيثبت انك انت شخصيه ضعيفه واراده هشه، مش قادر تقول لنفسك لا. عجبتني بنت، انا ما عنديش فيسبوك، يعني اشكر ربنا ما عنديش من اساسه كده، لكن انا عندي بنت في امريكا كانت بتعترف عندي، وبعدين هي تزوجت من اب كاهن، فعجبتني بقى، انقطعت العلاقه لانها ابتدت تعترف هناك. بس انا لقيتها بعت كده مسج لكل الناس بتقول لهم بصوا يا جماعه، كل حبايبي انا هقفل الفيسبوك طول 55 يوم،
والواتساب هرد عليه ساعه واحده كل يوم من 6 ل 7 العصر، غير كده مش هرد مهما كانت الامرجنسي، لان مش هسمح اي حاجه تبوظ الصوم. بصراحه بت ب 100 راجل، واحده عاوزه تعمل كنترول على حاجه مستهوياها. الانسان اللي عاوز يطلب مزاجه يتعلم يقول لنفسه لا، ومفيش حاجه تستعبدني بعد الحريه اللي ادهاني يسوع المسيح في الصليب. انا مفيش حاجه تستعبدني، عشان كده اصوامنا بقت اي كلام بصراحه. فين بقى الصوم اللي انا شفته في انا مواليد في الخمسينات، مولود في الخمسينات، ففي الستينات اوعى كويس قوي، يعني كنت في 1960 ده كنت واعي قوي. كان بعيد عنكم الصوم ده ينحر القلب كده، هو ما فيش غير بطاطس وفول وطعميه بيتي حتى وبتنجان اسود، ما عندكش اوبشنز تانية، وكله بميه النار، يعني اقصد يعني كله ينزل كده يعمل خرم في المعده، ونشرب بقى ميه من هنا للصوم. بس ايه، كان صوم، كان صوم. ولو واحد جه وقال للاستاجره كده، وصدقوني لو كنت قلت لامي ماما ممكن شويه زيت بس على الفول، انت عاوز تبوظ الصوم ولا ايه؟ شويه زيت زياده، وواحد بقى في الصوم يقول لك ده انا عليا تحبيشه فول وتحويجه فول، لو قدامك طبق كباب تسيب الكباب وتيجي للفول بتاعي. كلنا بقينا واقعين في المزاج، مش لازم احنا نفوق شويه. بالرغم ان انا امام الله ما بحبش اتكلم في موضوع الاكل والشرب ده، لكن احنا محتاجين نفوق شويه، عشان الغرض من الصوم مش انك تاكل، الغرض من الصوم انك تقلل اكل فجسدك يبقى نشيط وتلاقي وقت لربنا اكتر. فاذا كان المزاج بتاعي هيعطلني هقول لنفسي لا. انا عاوز احكي لكم حكايه على قداسه البابا شنوده، وخاصه ان احنا دلوقتي بنحتفل بايه؟ بعيد نياحته. وانا عيل في اولى ثانوي، كان سنه لا تانية ثانوي مش فاكر يعني حاجه في الحته دي، سنه 72 كان لسه البابا مرسوم بطرك بقاله، هو اترسم 70 ولا 71 ناسي. المهم يعني هو كان ايه، اترسم في سبتمبر او نوفمبر، اترسم في نوفمبر، بعديها باربع اشهر كنت انا في الدير، اعتقد كنت في اولى ثانوي، وكان ساعتها بقى الدير بتاع ام بشوي البابا كده في منتهى الامان ماشي بيتمشى. دلوقتي بعد كده ما كانش صعب سهل ان البابا يتمشى في وسطينا كده. البابا شنوده، واحنا عيال بقى جرينا على البابا شنوده، قال لنا ايه؟ عاوزين ايه يا اولاد؟ قلنا عاوزين نسمع كلمه منفعه. قال طب روحوا سبقوني في بيت الخلوه بتاع الشباب وانا جاي لكم. فابونا اللي كان ماسك بيت الخلوه كان اسمه ابونا انطونيوس الانبا بشوي، اللي هو بعد كده بقى الانبا بي من المتنيح، بتاع ملاوي المتنيح. فجه البابا، كنا كلنا 18 19 ولد، كانت الدنيا شتاء ومش وقت خلوات يعني. فالبابا جه ابونا انطونيوس قال له يا سيدنا تشرب شاي ولا عصير جوافه؟ احنا بقى كانت عندنا الميه في الدير ملح وبنشتغل شغل، ولا يعني مش عايز اقول لكم الخلوه كان شكلها ايه، متعبه جدا، مضنيه ولا معسكر جيش، ويعني يعني ما كانش فيه فاسيلتيز كتيره قوي، الاكل ما كان يعني صعب، كل حاجه صعب. فالبابا راح قال له ايه، جوافه يا ابونا ما فيش مانع، جوافه واحنا مش لاقين الميه ومتبهدلين. فاحنا بصينا لبعض وضحكنا، ما هو بطرك ايش عصير؟ كان ساعتها عصير الجوافه في علب كده اسمها ادفينا وقهب 10 صاغ. حد فاكر من الجيل بتاعنا ادفينا دي؟ اوكي، علب الصاج المدوره دي اللي قد كده. فالبابا من ذكائه وفطنته لاحظ ان احنا ضحكنا، ما احنا عيال في بعض كده عملنا كده فضحكنا، فهو لاحظ، فهو ذكي قوي قوي قوي، قال عاوز احكي لكم حكايه يا اولاد. قالوا ايه؟ قال انا ليه طلبت جوافه وما طلبت الشاي؟ فاحنا اتكسفنا لان حسينا انه خد باله.
قال وانا عندي 17 سنه كنت اول مره اصوم في حياتي، فروحت لاسم واحد اسمه ابونا بطرس في كنيسه الانبا انطونيو الشبرا، وقال لي الصوم هيبتدي. تبتدي؟ قلت له ابتدي. قال لي تصوم لغايه امتى؟ قلت له اللي تقوله انت. قال لي انت 17 سنه مش عيان؟ قلت له مش عيان. قال لي لغايه الساعه 3 الظهر، وكنت اول مره اصوم في حياتي، وانا صعيدي جاي من اسيوط اشرب الشاي تقيل، ما فتحش عيني الا على كوبايه شاي تقيل كده. فانا ابتديت اصلي باكر، قلت بشوي اسنانين بشوي اسنانين، تسبيحه باكر نهار بارك مزامير داود النبي، الاقي كوبايه الشاي ماشيه قدام عينيا كده. وبعدين ابتديت ببص في الساعه، لقيتها الساعه 7 ولسه على 3 كتير. فبقيت اصلي واقول امتى الوقت يخلص واشرب شاي، امتى الوقت يخلص واشرب شاي، مش مهم الاكل لكن المهم الايه؟ الشاي. خلصت الصلاه، شوفوا الرجوله بقى، كان عنده 17 سنه، قال انا ما صليتش، انا سرحت فين؟ عهد ووعد يا رب لغايه لما اموت مش هشرب شاي تاني في حياتي. بشوي سنانين بشوي سنانين، تسبيحه باكر النهار مبارك، وابتدى عيد باكر من الاول. قال وعشان اخدت عهد من وانا عندي 17 سنه وانا دلوقتي عندي 50 سنه ما حطيتش كوبايه شاي في بقي ابدا. يستاهل يطلع بطرك. واحنا اديني حل بالكريمر يا ابونا، كريمر فطاري بالمناسبه، يعني ما تزعلوا ما تزعلوش، الكريمر فطاري حتى لو كتبوا عليه صيامي هو فطاري. ليه؟ لان الكريمر ده كان اسمه زمان بروتين اللبن الحيواني او كاسينات الكالسيوم، لما ابتدوا يلاقوا اللقبات ابتدوا يتعرحوا، قال لك ايه صيامي، او سموه كريمر من غير ما يكتبوا المكونات بتاعته، وبطلوا كلمه بروتين اللبن. هو عباره عن ذره مطحونه ومحطوط عليها بروتين اللبن اللي هو خلاصه اللبن. اللبن عباره عن 3 حاجات، ميه ودي صيامي، ودهون ودي حيواني، واللبن نفسه اهو، اللبن نفسه اللي بيتحط على الكريمر عشان يدوب. بالمناسبة أنا مش جاي أضايقكم، بس الكافي ميكس فطاري، نسكافيه بالكريمر فطاري، 2 في 1 فطاري، 3 في 1 فطاري، ومن له أذنان للسمع. واللي قال لي كده بقى مين؟ اللي بيستورد الكريمر وبيستورد الحاجات دي كلها من أوروبا. كنت عنده افتقاد وهو اللي قال لي، قال لي كل اللقبات فطري. أنا خايف أبونا يكون بيشرب كريمر. بس اكيد ما يكونش عارف يعني. المهم خلاصه الكلام ايه؟ اول صلب اسمه صلب الايه؟ المزاج. وافتكروا قصه قداسه البابا اللي من سن 17 لغايه لما تنيح ما حطش الشاي في بقه مره ثانيه، لمجرد انه هو بيصلي الشاي زن عليه. العهد ووعد يا رب مش هشربه ثاني في حياتي. في رجاله بصراحه الحياه الروحيه فيها رجاله. طب احنا بالنسبه للرجاله قد ايه؟ نقيس ازاي؟ مش عارف بقى، كل واحد ايه ومجهوده يعني. يبقى اول حاجه اتكلمنا عنها مع المسيح صلبت، اتكلمنا عن حاجه ايه اسمها صلب المزاج. وافتكروا الايه بتقول الذين هم المسيح صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. المزاج من الاهواء. تاني حاجه محتاج اصلبها عشان اقول مع المسيح صلبت، حاجه اسمها صلب الذات. يعني ايه صلب الذات؟ الانا اللي جواي. اصعب حرب هتفضل تحاربني وتنغص علي حياتي في حياتي الروحيه مع ربنا هي الذات. الذات، والذات ليها 100 كلمه اقدر اخبيها بيها عشان ما افضحهاش، بس هي الذات. زي مثلا ايه؟ أهم حاجة الكرامة. غلط؟ كلمة كرامة حلوة، بس أتاري كلمة كرامة دي هي الكلمة الشيك اللي بغطي بيها كبريائي. قول إلا الكرامة، إلا الكرامة. يعني إيه إلا الكرامة؟ ما أنا لسه كنت بقول للولاد امبارح ولا أول، هي فين كرامة المسيح لما تعلق عريان عشان يستر علينا؟ كانت فين كرامته؟ فين كرامته لما اتضرب بالإقلام؟ فين كرامته لما اتف على وشه؟ فين كرامته؟ فين كرامته؟ ما كل ده استغنى عنه
علشاني وعلشانك. بس أنا بصراحة مرة أنا رحت اشتكيت لأب اعترافي، واحد ظلمني وضايقني وقال كلام بالسوء عني، وأنا كنت أمين خدمة بس لم أحتمل الكلام. فرحت الأب اعترافي بقول له تتصور اتقال كذا كذا كذا، وأنا يعلم الله ما عملتش. قال لي أنا عارف أنك ما عملتش، فأنا الحمد لله حسيت أنه إيه، أن يعني حاسس بيه. فقلت له يعني ليا حق أزعل؟ قال طبعا ليك حق تزعل، بس أتاريه بيتريق. قال لي عشان أنت أعظم من سيدك لازم تزعل. قلت له سيدي مين؟ قال لي المسيح. قلت له المسيح سيدي أنت يعني في الغلط ولا إيه؟ لخبطت بقى. قال لي ما أصل سيدك استحمل علشانك، لكن أنت مش قادر تستحمل علشانه. أنت ذاتك يا ابني أعلى بكتير قوي. المسيح كان متضع يروح لك فين؟ هو يستحمل الظلم، أنت تستحمل الظلم؟ أبداً. إحنا بقينا نسينا إحنا مين؟ ونسينا اتعمل في إلهنا إيه؟ بس كلمة كرامة دي كلمة إيه؟ يعني يرضيك يا أبونا لما أهل جوزي يجوا يعملوا فيك، أنت أعظم من المسيح يا بنتي فعلاً، مش ممكن يعملوا فيك كده. طبعاً كل حاجة ليها حد وليها طاقة عشان أكون أمين، وفي أب اعتراف هيوزن الأمور، بس المبدأ بقى مرفوض إن أنا مش عاوز أصلب ذاتي. مش عايز أجعل نفسي في حاجة خالص. مش عايز أجعل نفسي في حاجة خالص. صلب الذات ده مين فينا يحتمل التوجيه؟ ده لو أنت جيت تلفت نظر واحد بيعمل يقول أنا عارف. مش عاوز حد يعدل عليا. ولو زوج قال للزوجه، ده انا بكلمكم في حاجات تافهه ما فيهاش بقى اهانات، يعني تقول له ايه رايك في طبيخي؟ والراجل يا عيني ساذج ما بصش لمستقبله وقال الحقيقه، قال لها بصراحه انا متعود على طبيخ ماما احلى شويه. يا نهار ابيض، صدقوني لو تطول تحط له صيانيد في الاكل، صيانيد ده أسوأ سم في الدنيا. بس لا غلط غلطه عمره، الاكل ماما قال تتقلب ديكومي نافش ريشه كده. ليه؟ غلط في الذات في العليا، الماما قال. طب خلي ماما تاكله بقى. انا بقولها بصوره كوميديه، بس انا بتكلم في حاجات تافهه ما بنعدهاش. فلانة سلمت عليا وعلى وحضنت دي وحضنت وجات عليا وبطراطيف صوابعها وبصة لفوق كأنها مش طايقة تشوفني، حرقت دم 3 ليالي. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ دي كل دي حاجات تكشفنا قد ايه احنا ذاتنا عالية، وقد ايه ما عندناش استعداد ان احنا نجاهد شوية في صلب الذات او الاتضاع. كلمة كرامة، ده في كلمة تانية غير كلمة كرامة، عارفين كلمة ايه؟ أصل أنا حساسة شوية. يا سلام، ده أنت أم لمس، يعني لازم الناس تحس على الكلمة وتغسلها 3 مرات وتبوسها 3 مرات قبل ما تقولها لك. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ احنا بقينا فراعنة ولا صدقنا إن احنا نسل فراعنة وكل واحد فينا فرعون؟ احنا ولا حاجة. عارفين القديس المتنيح الأنبا يؤنس في كتاب بستان الروح بيقول إيه؟ بيقول لما تقول إنك أنت تراب وهذه حقيقة أنت بتقر بيها، الحقيقة لا، التراب أفضل منك شوية. ليه؟ لأن التراب ما بيغلطش وأنت بتغلط. هو مش بيقولها من باب الإطلاق، لأن لاهوتيا في تحفظ، إحنا أولاد ربنا ومدعوين لكرامة ومدعوين لميراث، لكن هو بيتكلم من حتة الاتضاع. مين مستعد يصلب ذاته؟ مين مستعد لو زوجة بتقول لزوجة على فكرة انت ما كانش معاك حق في الموضوع ده، هيقول لها اه على فكرة معاك حق. يقدر؟ رجولة تنقح عليه، الذات العالية تنقح عليه. طب اسكت انت خليك انت في المحشي بتاعك، روح تخش محشي خش فاهمك في الحاجات دي، ويحجر عليه. والعكس صحيح، ما انت برضه قلت لك في المثل بتاع الاكل الضيق اتضايقتي،
ده يثبت حاجة واحدة، إن أنا وإنتم كلنا عندنا مرض اسمه مرض الذكاء. إذا ما كنتش بقبل التوجيه، إمتى هقبل النقد؟ ممكن أقبل إمتى النقد؟ يعني إحنا عايز أقول لكم حاجة تكشفوا إزاي أنا ممكن أعمل إيه؟ أقول لكم يا جماعة الوعظة ما كانتش قد كده، لا العفو يا أبونا الوعظة حلوة. ثانك يو، أنا بقى مبسوط بسبب الذات اللي عندي. تعرفوا لو واحد فيكم قال بصراحة يا أبونا أنت طولت وما راحتش عندنا بكره مدارس وما عندكش مش عارف اولادنا، وبصراحه يا ابونا انا كنت بحبك قوي بس بعد النهارده انا قفلت منك خالص. ما تهزش ولا تهز؟ وهتهز ولا هقول ايه جوايا؟ هل هقبل النقد ولا انا اتعودت على المديح وبس؟ ربنا يخليك يا ابونا، المسيح زارنا يا ابونا، ربنا يا ابونا. ولو واحد جه وقال لي كلمتين كده نقرزني من تحت لتحت، انبسط ولا هزعل ولا هشيل وتبقى مصيبة سودة؟ أتاري إن إحنا بعاد قوي عن صلب الذات ده. بس اللي عاوز يجاهد يتعلم يصلب ذاته. اطلبوا من أباء اعترافكم تدريب، مش كفاية إنك تقول كذبت اشتمت حلفت، قول له إحنا في الصوم وأنا عندي ذاتي عالية عندي كبرياء أعمل إيه؟ ده على فكرة في تدريب يبقى سهل لأبواب اعترافك يديهولك لما تيجي تعيشه ما تعرفش تعمله. يقولك قولي لجوزك ثلاثة حاضر في اليوم على حاجات، ثلاث حاجات انت مش واقع عليهم. نعم عمري ما هقولك اديني تدريب تاني، ده انت طلعت أبونا ميولك ذكورية بتيجي علينا احنا الغلابة يا ستات. بالرغم ان أبونا مش عاوز يعمل حاجة غير ان او يقول للراجل دي عند الراجل دي تموته دي. تصور اقول له قول لمراتك حاضر على ثلاث حاجات في اليوم، حاجات انت مش موافق عليها. الانفصال اسهل. اللي انا عايز اقوله سيبوكم من الامثله اللي انا بقولها، انتوا اوعى تضيعوا الهدف. ان مين فينا مستعد يحاول يصلب ذاته زي ما المسيح الذي بلا خطية صلب نفسه علشاني وأنا مش قادر أنزل ذاتي تحت رجليه على عود الصليب. مع المسيح صلبت، لا مش أنا يا رب، مش أنا خالص، أنا الآية دي ما تجيش معايا أبدا. بولس يقولها، ممكن بولس في وسط كراست يقول الخطاة الذين أولا أنا، ومش بيقولها من باب ال، أصل إحنا ممكن نقول الخاطي دي في الكنيسة كده بر وعتب، يعني ايه اقولها بر وعتب؟ يعني مثلا تقول لي انا خاطي ومسكين يا بنت انا غلطان، تقول لي انت فعلا يا ابونا غلطان امبارح. نعم اختي انا اللي اقول مش انت اللي تقول. اقلب بقى وتبان الذات اللي جوايا اللي مستخبيه ورا لبس الكهنوت. انا طولت عليكم، انت فاضل لكم نقطتين، فاضل ثلاثه. أنا قلت كام؟ يبقى فضل اتنين. ما علينا ما علينا ما علينا. طب صلب الذات، في صلب الذات دي أحكي لكم حكاية حلوة قوي. حكاية يمكن من 20 سنة حصلت. مشكلة إن في زوج متزوج زوجة وما جابش أولاد خالص، ربنا ما سمح لهمش. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كتب كل امواله، وكان غني جدا جدا، اغنى واحد في العيله واغنى واحد في اخواته، كتب كل امواله باسم زوجته. مين اللي اتضايق؟ اخواته. وده ما يصحش، وده مش عارف مين. طب ايه هتعملي بالفلوس؟ الفلوس لازم تروح للعصب. العصب يعني السلالة، النسل يعني. ازاي؟ ازاي يكتب كل حاجة باسم مراته؟ وحصلت مشكلة. هما طبعا عارفين ان مالهمش حل، بس من كتر ما اتضايقوا اشتكوا. المهم الموضوع انا ماليش علاقة بقريب او بقليل، بس انا اعرف الزوج والزوجة. واللي بيعترف عندي الزوج. فبيقول لي يا ابونا انت سمعت المشكله؟ قلت له انا ماليش يعني طرطيش كلام ومش عاوز اخش فيها، ماليش دعوه بالحاجه دي. فقول لي بس انا عاوز احكي لك. وبعدين هو بيعترف، مش قادر اقول له لا.
فقال لي انا مش هحكي لك على المشكله اللي بين اخواتي، انا هحكي لك على مراتي. مراتي دي احنا في مستوى اجتماعي متقارب بس هم اعلى درجه، وفي مستوى مادي متقارب بس هم اعلى درجه. يعني اتنزلت عن ماديات واتنزلت عن بعض الامور في المستوى الاجتماعي، وبعدين هي كليه من كليات القمه اللي 5 سنين وانا كليه من 4 سنين. يعني التنازلت ايه؟ بس احنا الاثنين كنا بنخدم وعرفنا بعض في الخدمه، وهي كل اللي حبيته ان ايه؟ عايزه تاخد واحد، فقال لها انت مثلا دكتوره او مهندسه يبقى لازم تاخدي على الاقل دكتور او مهندس، لكن ما تاخديش بكالوريوس عاده من 4 سنين يعني. فهي اصرت وتنازلت واخدنا بعض. هذه الزوجه ما شفتش منها بالرغم انها اعلى وارقى واغنى الا كل خضوع كل ايام حياتها من كل اول يوم. ما عملتش حاجه الا باذني، ولما اكون متضايق واقول لها حاجه حتى لو مش مقتنعه بيها تخش تقفل في نفسها الاوضه وتصلي وتقول ما دام انت قلت كده يبقى ربنا سامح بكده، انا ما شفت الزوجه بالشكل ده. وبعدين انا ربنا ابتدى يداني واشتغلت في مشروع حاجه اسمها زي المقاولات، عارفين المقاولات او حاجه زي كده يعني، بس هو مش مهندس بس شغال في المقاولات، وبقى يبني بيوت ويكسب ويبني بيوت ويكسب، وربنا اداله قوي 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 قوي. قال لي بعد 10-12 سنة من الجواز رجعت لمراتي مرة بقول لها أنا واقف في الموقع، كان عندهم صب خرسانة كتير قوي، فواقف في الموقع من 6 الصبح ل9 بالليل أنا حاسس بمسامير في رجليا، أنا عاوز أخد حمام وأخش أنام. فوجئت بيها جايبالي طبق فيه مية دافية ومدوبة فيه ملح وحط فيه زيت وحط الفوط على أيديها وبتركع تحت رجليا عشان احط رجليا في الطبق. انا خجلت منها، قلت لها ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انا ما متش لسه ولا عييت، انا داخل استحمى. قالت له لا، ما دام تعبان التعب ده لازم رجليك ترتاح الاول، وبعدين نشوف اذا كنت هتقدر تستحمى ولا تخش تنام وتستحمى الصبح. واصرت انها تغسل رجليا، فانا مديت ايدي بوقف ايدها، قلت لها لا كتر خيرك انا احط رجليا في الميه. قالت لي لا انا هدعكها لك. فانا رحت ماسك ايديها جامد قلت لها لا ما اقبلش. راحت قالت لي انا كده هزعل منك لان احنا الاثنين جسد واحد وانا ايدك اللي بتغسل لك رجلك، انا مش مراتك اللي بتغسل لك رجلك. قال لي دي واحده يتكتب عن ليها وليها كل فلوس الدنيا ولا لا؟ أنا ما سيبهاش أبداً تحت الظروف حتى لو هي مش محتاجة. عارف أنا لو وزعت على عيلتي مش غلط، أنا لو اديتها الفلوس كلها عشان أنا عارف دي مين هتدي لعيلتي أكتر من اللي أنا هديه لهم كل أول شهر. فأوعى تفتكر أنا جاي على أخواتي ولاد أخواتي ولا أنا جاي على مراتي على دولة، أنا جاي أقول لك إزاي بنت الأصول وطت عشان تخسر رجلي. من فينا يصلب ذاته؟ كفايه عليكم كده ولا ناخد نقطه كمان؟ احنا قلنا كام حاجتين، اول حاجه صلب المزاج صح؟ نمره 2 صلب الذات، 3 صليب كمان ممكن جدا اشيله مع المسيح واحاول اقلد بولس الرسول اللي قال مع المسيح صلبت. اسمه صليب التجربه. احنا بنصلي كل يوم ونقول لا تدخلنا في تجربه، لكن الله يسمح بالتجارب. فهل لو ربنا سمح بالتجربه بقبلها ولا بتذمر ولا برفضها ولا اسف في الكلمه الجايه بقلب على ربنا واقول له اشمعنى انا؟ على الاقل انا اعرف كنيستك، ده احنا بندفع العشور، ده احنا بنخدمك، ده احنا بنخافك،
والناس التانية اللي مقضياها طول بعرض واكلها ولعة وعايشة عيشة، واحنا يحصل فينا كده دي اخرتها؟ بدليل ان قابل ناس اقول له بتصلي يقول لي لا معلش ما تكلميش في صلاة عشان انا زعلان من ربنا، واخد موقف بيعاقب ربنا، بقول له صلاة مش هصليها لك، شوف مين فينا الخسران بقى. صوروا في ناس بتعاقب ربنا، قالوا ما بتجيبليش سيره كنيسه ولا صوم ولا قداسات، احنا بطلنا خلاص من سنتين بعد التجربه اللي حصلت في بيتنا. عايز اقول لكم حاجه، عايز افهمكم فلسفه التجربه وصليب التجربه. التجربه دي عامله زي فرخ الصنفره. فرخ الايه؟ عارفين الصنفره؟ عارفين الصنفره؟ لا الرجاله تعرف الصنفره. عارفين الصنفره ولا ما تعرفهاش؟ فرخ الصنفره بيعمل ايه؟ انا هقول لكم بيعمل ايه. ممكن كلنا نبقى من بره مرشوش علينا ذهب، ففي ذهب على ذهب، يعني في ذهب واخد حمام ذهبي عشان يلمع اكتر مثلا، وفي فضه واخده ذهب، وفي حديد دهنينه ذهب، وفي ألمونيا واخده ذهب من بره، وبعدين حطوا لي الاربعه كده قالوا لي اعرف النين. مش عارفهم الا بطريقتين، يا ميه نار، بس انا ما عنديش ميه نار، هجيب صنفره وافضل ابرد من ده ومن ده ومن ما ميه النار نار يعني زيها زي الصنفره واكتر، فانا هفضل ابرد فيهم. هتلاقي مع الوقت هنا الالمونيا بانت وهنا الحديد بان. التجربه بتبيننا على حقيقتنا، لان كلنا من بره زي ما بيقولوا الانجليزي وار اول جولد بليتد، يعني كلنا ماخدين حمام ذهب بيسموه بانيو ذهب او حمام ذهب، كلنا من بره واخدين ايه؟ حمام ذهب. ايه اللي يبينني؟ ميه النار. ايه اللي يبينني؟ الصنفره. التجربه بتبيننا على حقيقتنا، عشان في واحد 10 ولاده ماتوا في ليله واحده، 10 ولاد. طيب 2 يجروا؟ ده في اي حاجه، ده لما قنبله بتتضرب يقول لك في 100 ماتوا و70 اصيبوا، مش كله بيموت؟ صوروا ايوب ولاده العشرة يموتوا، ولما ولاده العشرة يموتوا يقول الرب اعطى الرب اخذ فليبقى اسم الرب مبارك. اهو ده الصنفره بينته ان ايه؟ تحت الذهب ده. وفي واحد يضيع مرتبه في اول الشهر يقول انا مرتبي كام؟ 3000 جنيه. يعني كنت بدفع شهور كام؟ 300 جنيه. مش هدفع شهور 10 اشهر عشان اجيب 3000 جنيه. مش ربنا سامح اللي سرقه؟ يبقى خد حقه مؤدى. اللي انت بتقوله يا واد ده المنطق بتاعك ده، يقول لك لا الحساب ما يزعلش، الحساب ما يزعلش، ولا انا غلطت؟ انت بتحاسب ربنا؟ ده انت مش مغلطتش، ده انت راكبك الغلط يا ابو غلط. تجربه بينتني على حقيقتي. كلنا بنحب ربنا. طيب في وسط الاسف، في وسط التجربه، في وسط الالم، في ناس مسكت في ربنا اكتر وقالت له لانك رجاء من ليس له رجاء وعزاء من ليس عزاء. وفي ناس قلبت على ربنا 180 درجه. ده واحد بيقول لي مره ربنا حاططني في دماغه. يا ابني يا ابني اتضع شويه. انتوا تصوروا نمله ماشيه، نمله ما بتعدي شارع بتقول عارفه ابونا اللي ماشي هناك ده حاططنا في دماغه وانا شايفكم. طبعا ربنا شايف الكل، بس يعني 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 يا نمله اختش احطك في دماغي؟ هو انا دماغي نمله يعني؟ فالتجربه صليب. بنصلي ليل ونهار ونقول يا رب احنا اضعف من ان احنا نخش في تجربه، عشان كده بنصلي لك كل يوم في ابانا الذي، ونقول لك لا تدخلنا في تجربه. لكن واقعيا التجربه من مزاياها انها صليب بيبين. انا على فكره يا جماعه كلنا ممكن نتهز في اول التجربه، بس ربنا مش بيحاسبنا على الهزه الاولى ولا اللخبطه الاولى، بيحاسبنا بعد كده. رجعنا بسرعه لحجره، رجعنا بسرعه ونقول له احنا اللي اخطينا، رجعنا بسرعه ونقول له مالناش غيرك، ولا قلبنا عليه وسقنا فيها. عارفين زي بالظبط مين؟ اقول لكم التجربه زي ايه؟
زي أب عنده 5 ولاد وبيدي كل واحد فيهم كل يوم 50 جنيه مصروف، أنا بقول أي كلام يعني، يدي كل واحد 50 جنيه. فراح قال لمراته أنا هعمل تجربة، هحط جهاز تسجيل في أوضة الولاد وهيسجل لهم كلامهم مع بعض من غير ما يحسوا بعد ما أخد قرار. يا ولاد أنا ظروف الشغل عندي صعبة قوي، وعلشان كده بدءا من الشهر الجاي اللي في الجامعة هياخد مصروف 30 واللي في ثانوي هياخد مصروف 20 في الشهر، لكن 50 كل يوم دي مش هقدر أقدمها يعني، أي كلام يعني، نزل المصروف للعشر للربع. فتلاقي كل واحد وهو بيتكلم على أبوه بيتكلم غير التاني. فواحد يقول لك ده أب، ده الأبهات بتزود المصروف مش بتنقص المصروف، والتاني يقول له على رأيك مش قادرين يصرفوا علينا خلفونا ليه؟ خلفونا عشان يذلونا في وسط الطلبة والتلاميذ. والتالت قال لهم بصوا أنا زعلان بس هنعمل إيه؟ أهو خلاص بقى الواحد يمشي نفسه باللي يجيله. وبعدين في واحد قال لهم نسيتوا أيام المتعة اللي كان أبونا بيستخسر كل حاجة فيها عشان نحنا، نسيتوا كل زمن الحب، نسيتوا كل اللي عمله علشاننا، نسيتوا إن كان بياخد من بقه عشان يأكلنا، نسيت يا فلان لما ما كانش كان في الساعة 10 بالليل وقلت أنا نفسي أكل كذا نزل مخصوص عشان يجيب لك اللي أنت عايزه. أهو إحنا عاملين زي الخمس عيال، ربنا يسمح لنا بامتحان عشان يشوف كل واحد من قلبه في إيه. يا ترى إحنا بنعمل زي الواد الأخير ولا بنعمل زي الواد الأولاني؟ أنا مش عارف، بس ممكن يكون في صليب اسمه صليب التجربة. في مرة من المرات في خادم أنا أعترف أنه تعرض لظلم، وبعدين بقول له إيه؟ بقول له أنا عارف أنك مظلوم، أرجوك من فضلك احتمل صليب الظلم ده شوية. قال لي يا أبونا بلاش كلام وعظ، أنت هتوعظني؟ أنا ما قلت الكلام ده كتير. فأنا سكت لأن حسيت أنه مجروح مش قادر أقول، لأن في فرق بأن إحنا نقول كلام ونعيشه. الوعظ سهل، لكن لما يجي عليا صليب الظلم هقبل؟ محدش بيقبل الظلم أبدا. بس المسيح اتظلم وتذلل ولم يفتح فاه. فلما بولس الرسول يقول مع المسيح صلبت هو معاه حق، لكن أنا بأمارة إيه أقول مع المسيح صلبت وأنا رافض الصليب أساسا؟ وخاصة صليب التجربة. ربنا ما يسمحش، بس هو أمين وعاد أنه لا يدعنا أن نجرب فوق ما نحتمل، ومع التجربة يعطي منفذ، ده وعده صادق وأمين. لكن أنا بتكلم على نفسي، يا ترى أنا بقبل صليب التجربة؟ إحنا أنا وإنتوا غلابة، أوعوا تقولوا يا رب دخلنا في التجارب. في واحد اسمه داود النبي بيقول لربنا كلمة صعبة قوي، قال له إيه؟ ابلني ابلني يا رب وجربني. يعني عايز اقول لك قد ايه انا بحبك، هات لي اي بلاوي في الدنيا، احذف بلاوي احذف بلاوي، بحبك مهما عملت فيا بحبك. انا وانتم مش القامه دي، اوعى حد فيك يقول ابلين، قولوها بس صلاه في المزمور كده، بس قول اوعى يا رب، يعني وانت بتقول ابليني وجربني اعملوا كده من فضلك، لا يا رب احنا ماسكين في لا تدخلنا في تجربه بتاعت ابانا اللاذي. بس انا بقول لكم ان في قامه اللي هي قامه مين؟ داود النبي اللي بيقول لربنا انا عاوز اثبت لك قد ايه انا بحبك، فبقول لك يلا ابليني. احنا ما نقولهاش، بنصليها بس يعني عدوها تاخد بالكم ما تركزوش فيها، لكن احنا بنتكلم على قامة حب. بيقول له مهما كانت التجربة يا رب هترميني في حجرك مش هتجريني منك. بس في ناس اول ما التجربة تشد اول واحد نجدف عليه ربنا يقول لك بطلوا بقى المعجزات والهكس والكلام المخدر اللي انتوا بتقوله لنا في الكنائس. حبيبي التجربة دي وضعت لاختبارك أنت. أنا هختم بآخر نقطة، لأن متهيألي بتكلم بقالي كتير قوي، مش فاكر من إمتى، بس مش أقل من نص. آخر نقطة دي عالي، إحنا ماشيين بالراحة يعني، ماشيين ابتدينا بالأول بالمزاج وبعدين الذات وبعدين التجربة، أنتوا واخدين بالكم وأنا بتقلها بقى. في بقى مستوى بقى عالي شويه،
اسمه ايه بقى؟ الفرح بالصليب. في ناس لما ربنا يسمح لها بصليب عجيبة قوي، عارفين اول حاجة يقولوها ايه؟ هو انا استاهل يا رب؟ طبعا هيقول اشكرك يا رب، ويقبل التجربة ويقبل الصليب، وبعدين يقول انا هفرح بالصليب. عارفين ام عبد السيد اللي كان بتخدم في مرمينة شبرا؟ كلكم عارفين قصتها، اعتقد عملت فيلم بس انا ما بشوفش، بس قالوا لي انها اتعملت فيلم. يعني الست دي الراجل كان بيضربها بالجريد، عارفين الجريد اللي هو ايه؟ النخل بعد ما يقع منه. انتوا عارفين يا جماعه حد فيكم ضرب بواحده على الايد؟ انتوا عارفين لما الواحد يضرب بالجريد ده ايه؟ اهي دي واحده زي بولس الرسول لما تقول يقوم لهم خمس مرات اتجلدت 40 جلده، تقول وانا كمان وانا كمان، يعني انا معايا حاجه زيك يا بولس. ففي تقول له ايه؟ تتضرب الناس البسيطه تشلب دم، يعني بتفتح جراحتك جدا، وتقف قدام ربنا تقول له اوعى يا رب تحسب له الخطيه دي، اوعى يا رب تحطها في ميزان سيئاته، عشان خاطر يا رب هو انا هفرح لما اخش السما من غيره؟ ما انا من ساعه ما اتجوزته مسؤول عنه. في المقابل بقى في ناس عايشه في راقيه مثلا بتقول لجوزها ايه؟ عاوز العربيه بتاعتك الكبيره النهارده عشان العربيه بتاعتي. لا لا، العربيه الكبيره ما تركبهاش. تقول له اوكي، وهي بتدور الكونتاكت، يا رب يخبط عربيته النهارده في عمود نور، يا رب يا رب يخبط عربيته في عمود نور، خلي العربيه تنفعه، هفرح يا رب لو جاب لي قال لي الفانوس بتاعها اتكسر. يا رب يا نهار ابيض، سيبوكم من المقارنه، افهموا اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان احنا بعاد قوي على المستوى بتاعت ان الناس ممكن تفرح بالصليب. بس هي كانت حاطه في دماغها ان ما دام ربنا اداها الزوج المتعب ده، رسالتها في الحياه انها تخلص وهو يخلص معها، سابها وزنى واتجوز عرفي واحده مش من الكنيسه وعاش معاها، وفي الاخر يجي له شلل نصفي. جلطه جابت له شلل نصفي. طبعا واحده من تقول اخيرا يا رب جبت لي حقي، اخيرا يا رب جبت لي حقي. التانية رمته، هي خدته وجابته وراعته وعالجته وجابت له أب كاهن ياخد اعترافه ويناوله. إيه ده؟ هو في ناس كده؟ ده أنا متهيألي بالنسبة لكم أنا كأني بحكي قصة من العالم الافتراضي المريخي، يعني الناس دي ملهاش علاقة بكوكب الأرض أبدا اللي احنا عايشين فيه. لأن أي واحدة تقول شوفوا على قد ما استحملت ربنا فرح قلبي، بقى مرمي اهو عند اهله مذلول مش لاقي اللي يحط له كوبايه ميه، ادي اخره الزنا والمشي على الشعر، وانا ياما ولا ياما لفت نظره مش لاقي كوبايه ميه حد يشربها له. انا ما بشمتش بس بتكلم على حق ربنا، يا دي القلب الاسود. تفتكروا ان هنعمل زيها؟ ما اعرفش، بس في ناس عدتنا والحمد لله. الناس اللي انا بجيب لكم سيرتهم دول، اللي غسلت رجل جوزها واللي عملت كذا، مش من القرن الرابع الميلادي ولا من ايام الاب ابو مقار والقديس الانبا انطونيوس، لا دول ناس عايشه في وسطينا يا حبايبي. بس ناس عرفوا يعني ايه الواحد يصلب ذاته ويقبل التجربه ويصلب مزاجه. انا عارف ان الكلام تقيل، بس هي الآية كده، صلبت مع المسيح. الذين هم للمسيح صلبوا الجسد والأهواء والجسد. احنا مش جاي عشان أكسركم ولا جاي علشان أقول إن احنا لسه بدري علينا. على فكرة الكلام ده ليا قبل ما يكون قبليكم، انتوا فاكرين إن نفع في حاجة؟ ما أنا زيكم أهو بنشحط ربنا. بس يكون عندنا رجاء ان احنا نحاول. اوعوا تضيعوا الصيام ده، يا ريت كل واحده مع مدبرها الروحي او كل واحد فيكم مع اب اعترافه يدور على حاجه من النقط اللي انا قلتها يشتغل عليها، يا اما صلب المزاج
يا إما تدريب صغير في صلب الذات. بلاش حكاية الفرح بالتجربة دلوقتي، دي معدل صعب قوي، بس على الأقل على الأقل أقبل التجربة لو ربنا سمح بيها. ساعتها هنبقى فهمنا الآية، ونقول لبولس الرسول إحنا ما نقدرش نعمل اللي أنت عملته بصراحة، بس حاولنا نمشي وراك. كل سنة وأنتم طيبين، وتعيشوا وتحتفلوا في الكنيسة الجميلة 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 اللي أنا مش قادر أوصف جمالها شكله إيه. وأجمل ما في الكنيسة مسيحها وشعبه. ربنا معاكم ويبارككم، لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين.